بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا فقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، هذا هو التوحيد، ويحرمه الله على النار، بمعنى أنه لا يدخل النار، إما لا يدخلها أبدا، وإما أنه يدخلها يعذب فيها بقدر ذنوبه ثم يخرج منها إلى الجنة بتوحيده، كما هو معروف من العقيدة الصحيحة، ردا على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر وإن لم تكن من الشرك يكفرون بها ويخلدون صاحبها في النار والعياذ بالله. وهذا الحديث له سبب، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار عتبان بن مالك في منزله، فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل لم يحضر، سأل عنه لماذا لم يحضر، على عادته صلى الله عليه وسلم من تفقد أصحابه، فيزور المريض منهم ويزورهم، وسأل عنه، تكلم رجل من الحاضرين في حق هذا الرجل، قال وصفه بالنفاق، فقال له بعض الحاضرين: بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يقول لا إله إلا الله؟ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ابتغي بها وجه الله. نعم. قوله ولهما، أي للبخاري ومسلم في صحيحهما بكماله، وهذا طرف لهما من إذا قال لهما فهو يريد البخاري ومسلم. هذه العبارة لا تطلق إلا على البخاري ومسلم. نعم. وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. نعم. وعتبان بكسر المهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحدة: ابن مالك ابن عمرو ابن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية. نعم. وأخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك
أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. وهذا من باب الاهتمام والتأكيد لما سيقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، لأجل أن يتنبه له. نعم. لأهمية ما سيقوله له. نعم. ثلاثا قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. نعم. وساق بسند آخر: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنسا قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا، يعني يتساهلون بالذنوب التي دون الشرك. نعم. قلت: فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله. انتبهوا، معنى ما هي بلفظ يقال فقط، وإنما لفظ يقال باللسان ويعتقد بالقلب، وإلا فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، ويقولون نشهد إنك لرسول الله بألسنتهم، ولا يشهدون بذلك في قلوبهم، أو يقولها بلسانه ويعتقدها بقلبه، ولكن لا يتجنب الشرك، يعبد القبور والأضرحة والأولياء والصالحين وهو يقول لا إله إلا الله. هذا تناقض في قوله وفعله، فلا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه أبطلها بالشرك، ولهذا قال خالصا من قلبه، لا يكون أيضا يقولها رياء، يقولها رياء وسمعة، بل تكون خالصة من قلبه لله عز وجل. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لا، بهذا الشرط، وكفر بما يعبد من دون الله، لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، بهذا القيد أيضا، أو يقولها رياء وسمعة أو نفاق، يبتغي بها وجه الله. نعم. فهي مقيدة بقيود، ما هي مجرد لفظ يقال فقط. نعم. قلت: فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. نعم. لها سبعة شروط، لا إله إلا الله لها سبعة شروط: علم، يقين، وإخلاص، فهي لها سبعة شروط: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. زاد الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله بيتا آخر بعدها: وزيد ثامنها الكفران بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها. نعم. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه: أنها في من قالها ومات عليها. لمن قالها ومات عليها أيضا، أما من قالها في الأول ثم أشرك بالله فإنها لا تنفعه لا إله، لأنه ابطلها.
والأعمال بالخواتيم، من قالها ومات عليها. ولهذا جاء في الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني المحتضرين، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه أنها في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. نعم. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. نعم. لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا. نعم. فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. نعم. فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. نعم، كما في الحديث الصحيح أخرجوا من النار، أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من إيمان. نعم. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها، يعني يدخل النار بذنوبه التي دون الشرك يعذب بها ثم يخرج منها إلى الجنة. نعم. لا يخلد الموحد، لا يخلد في النار ولو دخلها. نعم. وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله ولذلك يخرجون من النار. نعم. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. أي ما هي مجرد لفظ فقط يقولها فقط، لازم من بالقيود وهي الشروط السبعة. نعم. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص. نعم. ولذلك يقع في الشرك ودعاء الأموات استغاثة بالأولياء والصالحين وغير ذلك وهو يقول لا إله إلا الله، يتناقض، لا تنفعه لا إله إلا الله. نعم. وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة، تقليدا للناس، ما يقولها معتقد لها، يسمع الناس يقولون شيء، مثل ما يقول في القبر سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ما يدري وش ولا يعرف معناه، هذه مشكلة. نعم. التقليد بدون علم وبدون معرفة ما يصلح هذا. نعم. وأكثر من خصوصا في العقيدة، العقيدة ما فيها تقليد، لا بد من اعتقاد، لا بد فيها من صدق وإخلاص. نعم. وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. أما من يقولها والإيمان في قلبه ولو قليل، ولو كان الإيمان مثقال حبة من خردل، فإن له هذا الوعد الصادق أن الله يحرمه على النار، وعوام المسلمين إن شاء الله أكثرهم أو كلهم كذلك، في قلوبهم إيمان قليل أو كثير، إنما هذا في الذي يقولها وليس في قلبه إيمان، إنما يقولها تقليد أو عادة فقط، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه، وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء. نعم. هؤلاء إذا ماتوا أو عند الموت يفتنون وينحرفون عن الإسلام ويموتون على غير الإسلام،
أو إنهم في القبور يفتنون إذا سألهم الملك من ربك وما دينك ومن نبيك، ما عنده جواب، يقول ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم. وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نعم. الذي يقولها وليس في قلبه اعتقاد لها هذا لا تنفعه، أما من يقولها في قلبه اعتقاد لها وإيمان ولو قليل فهو من أهلها كعوام المسلمين. نعم. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث. نعم. فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه لا يكون مصرا. أما أنه يذنب، نعم يذنب، ولكن لا يصر على الذنب، يتوب منه. نعم. فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء. نعم. فإذن لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله. نعم. وهذا هو الذي يحرم على النار. نعم. وإن كانت له ذنوب قبل ذلك يحرم على النار، يعني أن الله يحميه من دخول النار ويمنعه من دخول النار، إما من أول الأمر ولا يدخلها أبدا، وإما أنه يدخلها مؤقتا بقدر ذنوبه ثم يخرج منها إلى الجنة بإيمانه وإخلاصه. نعم. وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. نعم. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا. نعم. فيغفر له ويحرم على النار. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات. نعم. فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة، كما في حديث البطاقة. حديث البطاقة يأتي، وهو أنه في يوم القيامة يؤتى برجل فينصب له الميزان فتوضع حسناته في كفة، سيئاته في كفة، فترجح السيئات على الحسنات، فيقال له هل لك من حسنة؟ فيقول لا، يقول لا، فيقال له بلى عندنا لك حسنة، فتخرج بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، أنه قالها في الدنيا بإخلاص، فتوضع مع الحسنات فترجح الحسنات وتطيش السيئات فيدخل الجنة. هذا حديث البطاقة. نعم. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة، فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه.
نعم، قد يدخل، قد أهل الجنة درجات، بعضهم فوق بعض، يتراءون أهل المنازل العالية كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من تفاضل ما بينهم في منازلهم. نعم. وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته. هذا لا دخول للجنة، لا دخول له في الجنة. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم. وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك، فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر، لكنه لم يمت على ذلك، بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيده. نعم. فإنه في حال قولها كان مخلصا، لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته، وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن، فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته، ولا يكون مصرا على سيئات، فإن مات على ذلك دخل الجنة. وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه، فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات. نعم. فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين، فيضعف قول لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص بالقلب، فيصير المتكلم بها كالهاذي أو النائم. نعم. أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق وحلاوة، فهؤلاء. نعم. فيه من يتلو القرآن بجودة القرآن وبصوت حسن، ولكنه لا يتجاوز حناجره، لا يتجاوز القرآن حنجرته، لأنه لا يعمل به ولا يتدبره، وإنما حرفته التلاوة فقط، هذا مشكل. نعم. فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم، أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق وحلاوة، فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين. نعم. بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك. نعم. بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة. نعم. وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها، وقسى القلب عن قولها، وكره العمل الصالح، وثقل عليه سماع القرآن، واستبشر بذكر غيره، وثقل عليه سماع القرآن واستبشر بذكر غيره، واطمأن إلى الباطل، واستحل الرفث ومخالطة أهل الباطل، وكره مخالطة أهل الحق، فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه، وبفيه ما لا يصدقه عمله. قال يعني كل هذا يحث على أن الإنسان يقول هذه الكلمة بإخلاص ويقين وصدق وعلم بمعناها وعمل بمقتضاها. نعم. قال الحسن. قال نعم. الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، ف
فمن قال يقول الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، وإنما هو ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فلا بد في الإيمان من ثلاثة أمور حتى يكون إيمانا صحيحا: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. لا بد من هذه الثلاثة، إذا فقد واحدا منها لم يكن مؤمنا. نعم. قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. نعم، الذي يقول باللسانه ويخالف بعمله لا تقبل منه لا إله إلا الله، والذي يعتقدها بقلبه ولا يقولها بلسانه لا تنفعه أيضا. لا بد من النطق بها. من قال لا يقال، لا بد من النطق بها، ولا بد من معرفة معناها، ولا بد من العمل بمقتضاها. نعم. وقال بكر ابن عبد الله المزني. وقال بكر ابن عبد الله المزني. نعم. ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. نعم، أبو بكر الصديق هو أفضل هذه الأمة على الإطلاق. ما هو بأكثر الناس أو أكثر الصحابة، ما هو بأكثر الصحابة صلاة ولا صيام، ولكنه أثقلهم إيمانا في قلبه، أثقلهم إيمانا وتصديقا في قلبه، ولذلك سمي بالصديق. نعم. فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها نعم، بل اكتسب مع ذلك ذنوبا، وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة، ومات مصرا على الذنوب. نعم. بخلاف من يقولها بيقين وصدق، فإنه إما ألا يكون مصرا على سيئة أصلا، أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. نعم. والذين يدخلون النار ممن يقولها لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات أو لرجحانها، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم، ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، فترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصا. هذا كله من كلام ابن القيم رحمه الله في لا إله إلا الله وأهل لا إله إلا الله، أنهم ليسوا على درجة واحدة، ليسوا على درجة واحدة، فلا يقال إن كل من قال لا إله إلا الله أنه يحرم على النار مطلقا، بل منهم من يحرم على النار مطلقا، ومنهم من يحرم على النار مؤبدا، يعني لا يؤبد في النار، وإلا هو يدخلها بذنوبه وسيئاته، لأن عنده نقص في معنى لا إله إلا الله. نعم.
قد يدخل النار من يقول لا إله إلا الله وهو مسلم ومؤمن لكن عنده كبائر دون الشرك، يدخل بها النار يعذب بها ثم يخرج منها أو يخرج منها إلى الجنة بعدما شاء الله من تعذيبه، نعم، أو يخرج من النار بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الشافعين، لأن المؤمن تنفعه شفاعة الشافعين، أما الكافر والمشرك فما تنفعهم شفاعة الشافعين، نعم. انتهى ملخصا وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهما. نعم. قلت وبما قرره شيخ الإسلام. ابن رجب له رسالة في لا إله إلا الله عنوانها كلمة الإخلاص. نعم. قلت وبما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تجتمع الأحاديث. قال وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق. قال نعم قال. قال وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس. أي نعم، لا يكفي في الإيمان النطق بلا إله إلا الله من غير اعتقاد لها، والعكس كذلك، لا يكفي الإيمان بها في القلب بدون نطق، بل لا بد من النطق والاعتقاد. نعم. وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل. نعم. وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى. نعم، العمل لا ينفع إلا بشرطين كما هو معروف، الإخلاص لله من الشرك، والعمل على السنة فلا يكون فيه بدعة، تجنب البدع. نعم. تنبيه، قال القرطبي في تذكرته، القرطبي في تذكرته كتاب التذكرة في أمور الآخرة، كتاب وعظي، كتاب من كتب المواعظ معروف، وهو غير القرطبي المفسر. نعم. قال القرطبي في تذكرته قوله في الحديث من إيمان أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح. نعم. فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان. أي نعم، الأعمال الصالحة من الإيمان كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، خلاف اللي يقولون الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب فقط، والعمل بعضهم يقول شرط وبعضهم يقول مكمل، يعني خرابيط يقولونها. لا، لابد من ثلاثة أمور: اعتقاد بالقلب، نطق باللسان واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، لابد من هذا. نعم. والدليل على أنه أراد الإيمان ما قلناه ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص، ونفى الشركاء والإخلاص بقوله لا إله إلا الله ما في الحديث نفسه من قوله أخرجوا، ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد بذلك إلا التوحيد المجرد من الأعمال. انتهى ملخصا من شرح سنن ابن ماجه. هذا فيه نظر، المجرد من الإيمان ما ينفع. إيش يقول؟ والدليل على أنه أراد الإيمان ما قلناه ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقوله لا إله إلا الله ما في الحديث نفسه من قوله أخرجوا، ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد بذلك إلا التوحيد المجرد من الأعمال. لا،
التوحيد المجرد من الأعمال ما ينفع. والقبضة الذين لم يعملوا خيرا قط ما تمكنوا من العمل، دخلوا في الإسلام وماتوا أو قتلوا قبل أن يتمكنوا من العمل. أما من تمكن من العمل وتركه فهذا لا يعذر ترك العمل. قد يكون ترك الصلاة، ترك الصلاة كفر، قد يكون ما عمل شيئا أبدا وهو يقدر على العمل وتركه وهو يقدر عليه، هذا ما تنفعه لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله قول وعمل واعتقاد. نعم. قال المصنف: ليس في هذا دليل للمرجئة، يقولون أنه يدخل الجنة ولو لم يعمل، يدل على أن العمل ليس شرطا في الإيمان أو ليس داخلا في الإيمان. نقول هذا في الذين لم يتمكنوا من العمل، دخلوا في الإسلام وقتلوا أو ماتوا بعد دخولهم في الإسلام مباشرة، جمعا بين الأدلة. لماذا نأخذ بعض الأدلة ونترك البعض الآخر؟ نأخذ حديث القبضة هذا ونترك الأدلة الأخرى التي تدل على أنه لابد مع القول من العمل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انتهى من شرح حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. نعم. قال موسى عليه الصلاة والسلام: كليم الله، يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. هذا فيه دليل على أن الذكر توقيفي، لا بد أن يدل عليه دليل من الكتاب والسنة، لأن موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. هذا فيه دليل واضح على أن الذكر كغيره من العبادات توقيفي، لا أحد يأتي بأذكار من عنده أو قلد فيها غيره على غير دليل. علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. وأيضا دل هذا على أن الذكر دعاء، أنك إذا ذكرت الله فقد دعوته، إذا قلت لا إله إلا الله فقد دعوته، الذكر دعاء أيضا. قال الله جل وعلا له: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. موسى يريد أن الله يخصه بذكر لم يعلمه غيره، لأن نعمة الله على موسى كبيرة، لأنه كليمه، كلمه بدون واسطة الملك، يسمع موسى كلامه وموسى يكلم الله عز وجل، هذه ما نالها بشر. فموسى أوتي خصيصة لم ينلها غيره، وهي أنه كليم الله. أراد أن يشكر الله على هذه النعمة، فطلب منه أن يعلمه شيئا يذكره ويدعوه به. فالله قال له: يا موسى قل لا إله إلا الله.
قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، يعني ما خصصتني إذن بشيء، وهو يريد أن يخصه بشيء دون غيري. فبين الله له فضل هذه الكلمة وأنها لا يعدلها شيء، لا يعدلها شيء من الأشياء. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي من فيهن، فدل على أن الله في السماء، على أن الله في السماء سبحانه وتعالى، وعامرهن غيري، يعني السماوات ومن فيها غير الله سبحانه وتعالى، والأراضين السبع وعامرهن من فيهن من السكان، وضعت في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا كما مر في حديث البطاقة لما وضعت السجل اللي فيه 99 في الميزان الذي فيه 99 سجل كلها مملوءة بالسيئات لهذا الرجل، 99 سجل، كل سجل مد البصر كلها مملوءة بالسيئات، فلما وضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى رجحت بهن. هذا فضل هذه الكلمة العظيمة التي مهنة أسهل منها على اللسان وأخف منها على اللسان وأيسر منها على اللسان، هذه الكلمة العظيمة. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن، يعني من فيهن من الملائكة والمخلوقات غيري، أي غير الله، دل على أن الله جل وعلا في السماء، والأراضين السبع وعامرهن وعامرهن في كفة من كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا يدل على أن هذه الكلمة لا أفضل منها. موسى يريد شيء أفضل، قال الله: ما فيه أفضل من هذه الكلمة. نعم. أبو سعيد اسمه سعد بن مالك ابن سنان ابن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه كذلك. أبو سعيد الخدري هذا معروف اسمه في الصحابة، والخدري نسبة إلى خدرة، حي من الأنصار، بني خدرة، خدرة حي من الأنصار. نعم. استصغر أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدها، هو من شباب الصحابة، ولذلك لما جاء يريد القتال في أحد لم يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان صغيرا. نعم. استصغر أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة 63 أو 64، وقيل حضر المغازي كلها إلا وقعة أحد لأنه كان صغيرا. نعم. مات بالمدينة سنة 63 أو 64، وقيل سنة 74. نعم. قوله: أذكرك، أي أثني عليك. نعم. وأدعوك، أي أسألك به، أدل على أن الذكر دعاء، فمن ذكر الله فهو يدعو، لأن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، هذا من دعاء العبادة. نعم. قوله: قل يا موسى لا إله إلا الله، فيه أن الذاكر بها يقولها كلها، يقولها كلها، هذا رد على الصوفية، انتبهوا، أن يقولون الله الله هو هو هو، هذا ذكرهم، ما يقولون لا إله إلا الله، يقولون الله 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 هو هو هو، هذا أخص، اللي يقول هو هذا أخص من اللي يقول الله، واللي يقول الله الله أخص من اللي يقول لا إله إلا الله، ولذلك يسمون أنفسهم الخاصة أو خاصة الخاصة، هذا ما هو بذكر، الذكر لا إله إلا الله كلمة، أما هو أو الله هذه يعني لا إله إلا الله هذه كلام،
كلام مفيد مبتدا وخبر، أما هو أو الله هذا ما هو مفيد، لفظ مفرد ما يفيد شيئا. تقول الله أكبر، تعالى الله، ما شاء، هذا ذكر، نعم، لأنه كلام، ما هو بكلمة، كلام، كلام مفيد. يقول ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كلام مفيد. أما الكلمة التي لا تفيد هذه لا تسمى كلاما ولا ذكرا ولا تفيد صاحبها. فقول الله جل وعلا لموسى قل لا إله إلا الله، هذا يرد على الصوفية اللي يقولون هو هو أو يقولون الله الله الله. نعم. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله فيه أن الذاكر بها يقولها كلها، يقولها كلها كاملة، نعم، ولا يقتصر على لفظ الجلالة. يقولون ما نقول لا إله إلا الله لأننا نخاف نموت قبل نكملها. يقولون، يقول لهم الشيطان: لا تقول لا إله إلا الله، يمكن تموت وأنت ما كملتها، قل الله يكفي أو هو. نعم. ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة جهال المتصوفة. نعم. فإن وهي أذكارهم الآن، أذكار الصوفية هي الله الله أو هو هو. نعم. كما يفعله غلاة جهال المتصوفة فإن ذلك بدعة وضلالة. نعم. قوله كل عبادك يقولون هذا ثبت بخط المصنف بالجمع، والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظة كل. نعم، الأمر سهل، هذا بحث اللغوي. نعم. وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل، ومعنى كل عبادك يقولون هذا أي إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. لأن الله خصه بخصيصة ما أعطاها أحدا، وهي أنه كليمه، يكلمه بدون واسطة. نعم. ومعنى كل عبادك يقولون هذا أي إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقولون هذا قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا أنت يا رب إنما أريد شيئا تخصني به. نعم. ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له كانت من أكثر الأذكار وجودا. يكفي، نقف عند هذا. نعم. ولما كانت، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول عندنا أناس مسلمون لكنهم لا يصلون ولا يعلمون أن تارك الصلاة كافر وقد ماتوا على ذلك، فهل نعاملهم في الميراث كمسلمين أو ككفار؟ الذين ماتوا لا يصلون ليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين. قال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالذي يقول لا إله إلا الله ولا يصلي هذا لم يعمل بمعنى لا إله إلا الله، لم يعمل بمقتضاه، فلا تنفعه لا إله إلا الله، فلا تعاملوهم معاملة المسلمين إذا ثبت، إذا ثبت أنهم لا يصلون، ثبت هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول العامي أو طالب العلم الذي نشأ في بلاد
تنتشر فيها البدع وينتشر فيها الشرك، ويقرر علماء تلك البلاد يقررون البدع والشركيات بأدلة مرجوحة، هل يعذرون بذلك هؤلاء العوام؟ ما دام يسمع القرآن أو يقرأ القرآن لا يعذر، لأن بلغته الحجة، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ويسمع أيضا المحاضرات والدروس والنهي عن الشرك والتحذير من الشرك يسمع، لكن يقولون هذا مذهب الوهابية، مذهب خامس، لا تطيعوه لا تصدقونه، وله بلغهم هذا، لكن يقولون لا، هذا مذهب الوهابية، هذا مذهب خامس، هذا مذهب الخوارج، لا تصدقون هذا. هذا ما له عذر، بلغته الحجة، قامت عليه الحجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا سمعت بموت أحد الكفار ممن أعرفه، هل يجوز لي أن أجزم فأقول إنه في النار؟ إذا سمعت إيش؟ إذا سمعت بموت أحد الكفار، نعم، ممن أعرفه، هل يجوز لي أن أجزم فأقول إنه في النار؟ لا تجزم، ما تدري وش ختم له، إن كان أنه تاب ما تدري عنه، لكن لا تقول إنه مسلم، قل إنه مات وأنا أعرف عنه أنه من الكفار، أكون تاب وأنت ما دريت، الله أعلم. لا يحكم لمعين بجنة ولا نار، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يحكم لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة أو في النار، وأما غيره يقولون نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، هذه القاعدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يستدل البعض بحديث: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه يكفي قول لا إله إلا الله مع الإقرار بلوازمها ولو لم يعمل، فهل لأهل إذا لم يعمل ما قالها، ما هي بمجرد لفظ يقال باللسان، ولو عرف معناها ولا يعمل ما تنفعه لا إله إلا الله. نعم. فهل لأهل السنة في هذه المسألة قولان، وهل من يقول بذلك؟ لا، ليس لأهل السنة في هذه المسألة قولان، أن من لا يعمل بمعنى لا إله إلا الله أنها لا تنفعه وليس من أهلها ولا يدخل بها الجنة حتى يعمل بمقتضاها، إلا لو قالها ومات قبل أن يتمكن من العمل، أو قتل قبل أن يتمكن من العمل، أما إذا ترك العمل متعمدا فليس من أهل الجنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، يعني الإيمان الذي في قلبه، الإيمان الذي في قلبه هو الصدق مع الله ومع الرسول ومع الناس، هو الذي جعله أثقل الناس ميزانا. نعم. ثم يقول حفظك الله: كيف يقول المزني ذلك ونحن نعلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد جمع في يوم واحد فقط بين الصيام والصدقة وعيادة المريض وتشييع الجنازة، فكان من أكثر الناس عملا؟ لا، ما هو من أكثر الناس عملا، هو من أكثر الناس إخلاصا، من أكثر الناس إخلاصا وإيمانا، ولذلك تعرفون مواقفه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، ما موقفه في حين أن الصحابة أصابهم مصيبة عظيمة، وبعضهم يقول ما مات الرسول إنما ذهب إلى ربه وسيعود،
كما ذهب موسى بن عمران إلى ربه وسيعود، ولكن أبو بكر قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عند ذلك علم الصحابة أن رسول الله قد مات، حتى قال عمر رضي الله عنه كأن هذه الآية ما طرقت سمعي إلا هذه الساعة لما سمعها من أبي بكر، عرفوا أن الرسول قد مات. شوف ثبات أبي بكر رضي الله عنه في هذا الموقف. كذلك لما مات الرسول وارتد من ارتد من العرب صمم على قتالهم، فقالوا يا خليفة رسول الله كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فعند ذلك اقتنعوا وقاتلوا مع أبي بكر المرتدين. هالموقف العظيم هذا. الموقف الثالث، الرسول صلى الله عليه وسلم جهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد ليذهب إلى الروم، ولكن الرسول مات قبل أن يسير هذا الجيش، فقال الصحابة يا خليفة رسول الله أبقه حصنا للمسلمين، الناس الآن في رجة. قال والله ما أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمضى جيش أسامة وذهب، وما مر بحي من أحياء العرب إلا وقالوا ما فعلوا هذا إلا أن فيهم قوة، فيهم قوة، فخافوا من الصحابة. صار هذا الجيش هذا من آيات الله عز وجل، كل هذا بعزم أبي بكر رضي الله عنه. لو أنه منع الجيش هذا قالوا خافوا الصحابة وخافوا وانتصروا المشركين والمرتدين، لكن لما راح الجيش أرهبهم، أرهبهم الروم، لما بلغهم انكفوا أيضا عن المسلمين. لو أنه رجع الجيش جاء الروم. شوف يعني عزمات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، المواقف العظيمة. من الذي وقف مع الرسول يوم بعث؟ من الذي وقف معه في الغار لما أخرج؟ إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. مواقف أبي بكر ما وقفها غيره. نعم. وذلك لصدق إيمانه وقوة يقينه بالله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه القاعدة صحيحة في باب العقيدة، وهي ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؟ إيش الكلام هذا؟ ما عرفنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الكذب إذا كان خوفا من الرياء، وهل يعتبر من أهون الشرين؟ الكذب لا يجوز إلا في ثلاث مواطن. الكذب لا يجوز إلا في ثلاث مواطن: الكذب لأجل رفع ظلم الظالم، يوري تورية ليرفع الظلم عنه، هذا كذب، لكن المقصود منه أنه يرفع ظلم الظالم ممن يريد أخذ مالك أو يريد قتلك أو يريد، فتكذب عليه لأجل تدفع شره، يباح في هذه الحالة. الثانية في مسألة الحرب، مسألة الحرب يجوز أن تكذب على المشركين وتظهر شيء ما له حقيقة من القوة ومن لأجل إرهابهم. الكذب في الحرب، الحرب خدعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالثة بين الزوجين لأجل إصلاح العشرة، يكذب عليها أبا جيب لسانتي أنا أحبس حبا شديدا وأنا وأنا، وهي أيضا
إذا شافت منه تقول أنت أغلى الرجال علي وأنت وأنت، لأجل العشرة يجوز في هذه الأحوال الثلاث الكذب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ملك الموت هل يسأل العبد عند موته أو بعد دفنه؟ ملك الموت ما هو يسأل العبد، مأمور بقبض روحه فقط. اللي يسأل العبد في القبر اللي هم الثلاثة، الاثنان منكر ونكير، هم اللي يسألون الميت إذا وضع في قبره سوي عليه التراب، يأتونه ويسألونه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المرجئة يدخلون في حديث عتبان باعتبار أنهم يقولون لا إله إلا الله؟ الله أعلم، الله أعلم، لكن الإرجاء ضلال. أما أنهم يدخلون هذا الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله: فيخرج آخر أهل النار ممن عنده مثقال ذرة من إيمان. نعم. يقول: هل يستطيع الإنسان أن يعرف هذا الضابط وهو مثقال الذرة؟ قال الذرة، قيل النملة الصغيرة، وقيل الذرة الهباءة التي تطير في الهواء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل سوء الخاتمة والتلفظ بألفاظ كفرية عند الاحتضار، هل سوء الخاتمة والتلفظ بألفاظ كفرية عند الاحتضار هل يعد من الفتنة عند الموت، وهل يحكم بمن قال؟ إذا قالها يعتقدها نعم، أما إذا قالها وهو لا يعقلها ولا يدري عليه، هذا ما يؤاخذ بكلامه ليس عنده عقل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شروط لا إله إلا الله التي ذكرتموها في بيت شعر، هل يعرف قائلها؟ مش تبي قائلها أنت، المهم يعرفها هي واضبطها، لأنها تضبط لك الشروط السبعة. نعم. إلا ما بقي إلا قائلها الأمر سهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سائل: حتى لو ما عرفت قائلها، إذا حفظتها وضبطتها ولو ما عرفت قائلها ما يضرك هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: هناك داعية في بلادنا يعلم الناس أن يقولوا اشفع لنا يا رسول الله، ما توجيهكم بخصوص تعاملنا مع هذا الداعية الذي قد اشتهر في تلك البلد؟ انصحوه وقولوا هذا ما الرسول ما يطلب منه شيء بعد وفاته، لا الشفاعة ولا غيرها، ما يطلب من الرسول شيء، ولا يطلب من الأموات عموما، ما يطلب منهم شيء وهم أموات، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فلا يطلب من الميت شيء لا الرسول ولا غيره، انصحوا بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وقولوا له: ما هو الدليل على أن الرسول يطلب منه الشفاعة بعد الموت؟ ما الدليل؟ الرسول يقول: إذا مات الإنسان انقطع عمله، هذا عام في الرسل وفي غيرهم، عام، الإنسان إذا مات انقطع عمله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خلق قبل آدم، وأنه هو عليه الصلاة والسلام أصل التكوين؟ أعوذ بالله، هذا من الغلو، خلق قبل آدم، هو من بني آدم، كيف الولد يخلق قبل الأب؟ هذا معقول؟ هو معقول إن الولد يخلق قبل الأب، بل بينه وبين آدم قرون طويلة عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن هذا من الغلو والعياذ بالله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هذه العبارة صحيحة؟ أنا ألتمس رضا الله سبحانه وتعالى ثم رضا والدي، حيث قال بعضهم إنه لا يجوز أن تقرن رضا الله برضا أحد من الناس. ما لها أصل هذه، هذه ما ورد أنه يقال ألتمس رضا الله ثم رضا والدي. ألتمس رضا الله بطاعة الله، والتمس رضا الوالدين ببر الوالدين، ولا حاجة إلى هذه العبارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يستطيع العبد أن يكون مبتعدا عن الشرك الأصغر وعن العجب؟ كيف يستطيع العبد أن يكون مبتعدا عن الشرك الأصغر وعن العجب؟ نعم، يكون مبتعدا بالإيمان ومعرفة التوحيد، يكون مبتعدا بالإيمان وقوة الإيمان ومعرفة التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من علامات أعرف بها هل أنا من المخلصين لله في عبادتي أو من غيرهم؟ إن كنت مخلصا لله ومتبع للرسول صلى الله عليه وسلم فأنت ترجو، ما تجزم بعد لنفسك، لكن ترجو أن تكون كذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أسلم ثم مات مباشرة قبل أن يتمكن من العمل، يقول: فما حكمه؟ حكمه أنه مسلم وأنه من أهل الجنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نجد في هذه الأيام بعض المقرئين عندما يقرؤون القرآن يجعلون أصابعهم في آذانهم ويحركون رؤوسهم حسب المقامات التي يقرؤون بها، فهل يقال إن هذا من البدع؟ وهل يجوز الاستماع إلى مثل هؤلاء؟ نعم، هذا من البدع أو من التكلف في قراءة القرآن. ما ورد أن الرسول يضع أصابعه في أذنه، ولا ورد أن السلف يضعون أصابعهم في آذانهم لقراءة القرآن، ولا ورد أنهم يهتزون. هذا ذكروا أنه من صفات النصارى عند قراءة الإنجيل، هذا تشبه بالنصارى. والقرآن لا يقرأ بالمقامات، مقامات من مقامات الغناء عند الصوفية، لا يقرأ بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من رجحت سيئاته بحسناته، ذكر المؤلف رحمه الله أنها تمنعه من دخول الجنة، فهل هذا يكون كافرا مخلدا في النار، أم أنه يعذب ثم يخرج منها إلى الجنة؟ كيف يخرج منها ورجحت سيئاته بحسناته؟ مش يدخل الجنة به إذن؟
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الشرك الأصغر هل يغفر بالطاعات أم لا بد من توبة نصوح عنه؟ لا بد من التوبة عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا عام للأكبر وللأصغر، ولكن الأصغر أخف من الأكبر على كل حال. نعم، الأصغر لا يخرج من الإسلام والأكبر يخرج من الإسلام، الأكبر يحكم على صاحبه بالكفر والأصغر لا يحكم على صاحبه بالكفر، بينهما فرق فروق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نسب بعضهم هذه الكلمة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي: الخلائق حوادث لا أول لها، فهل هذه النسبة صحيحة وما معنى ذلك؟ الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله أول لا بداية له. هم يقولون لا، علماء الكلام يقولون لا، الله هو يعني ما معه شيء ثم حدثت له الأسماء والصفات بعد ذلك لئلا تكون شريكة له في القدم، فلسفة يعني. لكن شيخ الإسلام يقول لا، يقول الله بأسمائه وصفاته وأفعاله لا بداية له، أزلي سبحانه وتعالى، ما زال يخلق ويرزق ويتكلم ويأمر وينهى، من اللي يحدد أنه مضى عليه وقت أنه ما يتكلم ولا يسمع ولا يبصر؟ من اللي يحدد هذا الوقت؟ هذا كلام باطل، تنقص لله عز وجل أنه مضى عليه وقت، ليس له صفات وليس له أسماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صلى صلاة الوتر لكنه نسي القنوت، فما حكم ذلك؟ ما له حكم، القنوت صحيح، الوتر صحيح، والقنوت ليس من شروط الوتر، إنما هو السنة، إن جاء الحمد لله وإما جاء فالوتر صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما العمل الصالح المشروع الذي يصل إلى الوالدين بعد وفاتهما؟ العمل الصالح الصدقة عنهما، الاستغفار والدعاء لهما، الحج والعمرة لهما، أيضا تسديد الديون إذا كان عليهما ديون، أيضا تنفيذ الوصية، الوصية الصحيحة تنفذ، هذا من البر بالوالدين، ويصل إليهما ثواب ذلك إذا قبله الله. حتى إن من بر الوالدين بعد موتهما أن تكرم صديقهما، تكرم صديق الوالدين، هذا من البر بالوالدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نحتاج في المدرسة أحيانا إلى إقامة معلم يقف أمام الطلبة وينتظر بعد تكبيرة الإحرام فلا يكبر إلى الركوع، وذلك حتى يضبط الطلاب، هل يجوز فعله هذا مع أنه يتعمد بعدم الدخول في الصلاة إلا عند الركوع؟ أي نعم، لا بأس، هذا إذا كان قصده أنه يتفقد الطلاب ويحزمهم على الصلاة، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. تخلف عن الجماعة لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا منه، المدرس اللي يتفقد الطلاب ويحزمهم على الصلاة، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن التربية الصحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
يقول: هل تنتفي الخلوة بالسائق إذا ركبت المرأة مع طفل عمره 5 سنوات لكن لديه نباهة؟ لا، ما تنتفي الخلوة إلا بوجود البالغ، بوجود ثالث بالغ من رجال أو نساء، تزول الخلوة بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم لصحة الصلاة أن تتصل الصفوف في ساحات الحرم المكي؟ الحرم المكي له اختصاصية للضرورة ولكثرة الناس ولبعد المسافة، فله خاصية في إذا ما صف الحالة صف مع أحد تصح صلاته إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أدرك الإنسان مع الإمام في صلاة الجمعة أدرك التشهد فقط، إذا أدرك الإنسان مع الإمام في صلاة الجمعة أدرك التشهد فقط، إيه ما أدرك الجمعة، فاتته الجمعة، فيدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم يقوم ويصلي ظهرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هذه العبارة مشروعة، وهي أنه بعد الانتهاء من الصلاة يقول تقبل الله منا ومنكم؟ لا، ما وردت هذه، ما وردت أنه يهني بعضهم بعض أو يدعون له بالقبول أو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من اعتاد القول في يوم الجمعة جمعة مباركة ويرسل لأصحابه هذا الأمر ويدعو لهم بهذه اللفظة، هذا لا أصل له، هذا مبتدع، لا يترك هذا الشيء ولا ينشر ولا يرسل بالجوالات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم بيع السيارات عن طريق التقسيط مع أن هناك زيادة في سعر السيارة عندما تشتريها بأجل؟ لا بأس بذلك، ما حد يبيع مؤجل إلا لزيادة في الثمن، لو ما في زيادة ما باعها مؤجلا، فلا بأس. كان صلى الله عليه وسلم يستدين على إبل الصدقة البعير بالبعيرين إلى أجل، لا بأس بذلك، لولا الزيادة ما أجل الناس الديون وأثمان السلع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم القول بأن ما يحدث للناس من سيول أو عواصف أنها كوارث طبيعية؟ كوارث طبيعية، هذا اللي يقولون ما ينسبون الأمور إلى الله، ينسبونها إلى الطبيعة، هذول طبائعيين لا يؤمنون بالله أو جهال ما يدرون عن هذا الشيء، ما يجري في هذا الكون شيء إلا بأمر الله وقدره سبحانه وخلقه وتدبيره، فتوكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للإمام أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة ثم في الركعة الثانية بسورة أعلى منها، فمثلا يقرأ في الأولى بسورة الناس ثم في الثانية بسورة الفلق؟ يجوز هذا، لكن الأولى ترتيب السور، الأولى ترتيب السور، وإلا هو يجوز الجواز، إنما تنكيس الآيات هو اللي حرام ولا تصح الصلاة به، أما السور فيجوز قراءة هذه قبل هذه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك رف في مسجد فيه كتب، هناك رف في مسجد أو دولاب في المسجد فيه كتب، فهل يجوز لي أن آخذ كتابا وأخرجه من المسجد من باب الإعارة ثم أعيده بعد ذلك؟ لا، هذا وقف على المسجد، لا تخرجه منه إلا بإذن القيم على المسجد، إذا كان له صلاحية وأذن لك على أن ترده ما في بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تارك الزكاة لكنه ليس جاحدا لها هل يعد كافرا؟ لا، إذا كان مانعا لها بخلا وليس جحودا فهذا لا يعد كافرا، ولكن يلزم بإخراج الزكاة ولو بقتاله إذا احتاج إلى قتال، يقاتل عليها كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قاتل الذين منعوا إخراج الزكاة، فإن كان منعها جحودا فهو كافر، منعها بخلا فليس بكافر، ولكنه يجبر على إخراجها ولو بالقتال لأنها حق واجب عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذهب والفضة التي تتخذ للاستعمال هل تجب فيها الزكاة؟ الحلي، حلي النساء الذي تستعمله أو تعده للزينة، ما فيه زكاة على قول الجمهور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند انتهاء القارئ من قراءة القرآن يقول صدق الله العظيم، أو يقول بعضهم صدق الله العظيم، هل هذه العبارة مشروعة؟ لا، ما ورد أنها تقال بعد القرآن صدق الله العظيم، ما ورد هذا، نحن لا نحدث شيئا من إنما هو شيء كثر عند الناس تقليد بعضهم لبعض، وإلا هو ما عليه دليل الذي ورد. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة عند البداية، وبسم الله الرحمن الرحيم في بداية السور، هذا الذي ورد، ولا نحدث شيئا من عندنا أو نقلد غيرنا في ذلك بدون دليل. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.